نروح لجنوب افريقيا. فاليلي الصحفي الجنوب افريقي اللي عمل لقاء مع موسيماني. فاليلي مساء الخير. Good evening. مساء الخير. Also good evening to your viewers on Intern Sports in Egypt. مساء الخير على الجميع في مصر. فاليلي ابتدي معاك الحديث، عايز تفاصيل حديث او اهم تفاصيل حديث موسيماني معاك. Which meeting sir? اي اجتماع ربما تسال عنه؟ اخر حديث لموسيماني معاك 12 كنت انت اللي عامله، عايز تفاصيله. اخر خبر الستوري اللي انت عملته او الخبر اللي انت كتبته عن موسيماني. ربما المرة الأخيرة التي تحدثت معها مع المدير الفني موسيماني، قد تحدثت معه في مقابلة وكانت في مؤتمر صحفي وفي الاتحاد لكرة القدم وكانت قصيرة جدا. هل كان يتخللها شيء عن مستقبل موسيماني مع النادي الأهلي؟ لا، ربما لم نتطرق إلى مصيره أو الفترة القادمة مع النادي الأهلي، لم نتطرق إلى هذا الحديث. أنا ربما كتبت فقط مقالة أو حكاية عن موسيماني ولم أتطرق، وكان ذلك أيضا في عام 2019 وتحدثت عن أمم الإفريقية وأتذكر دوره وتحدثت بصفة محلل ربما صحفي وكوني صديق مقرب له وبالتالي هناك العديد أيضا القريبين من موسيماني. هل بصفتك من القريبين من موسيماني، بعض الصحف في جنوب أفريقيا تحدثت عن احتمالية رحيل موسيماني أو العروض القادمة، هل الأخبار دي يعني إن صحت أو مظبوطة بما أنك من المقربين لي؟ ربما أنت تشير إلى المقالة أو الرواية التي تحدثت عنها. هذه المقالة وكانت بوضوح كان ومحتوى هذه الرسالة ربما، وبالتالي أنا عبرت عن سعادتي لكوني قريبا من موسيماني، وأيضا ولكن أنا لست الشخص الوحيد أيضا الذي يتعامل عن بقرب مع موسيماني، ولكن كتبت الرواية ربما يوم الاثنين وبالتالي تحدثت أن هناك ربما الطرفين يجدان كيمياء ما بينهما بين هو كمدير فني وبين الأهلي. تتوقع من وجهة نظرك، يعني احنا نتمنى ان موسيماني يكمل مشوار طويل مع النادي الأهلي ويكمل انتصارات ويكمل بطولات ان شاء الله في القادم، تأيدني ولا تختلف معايا؟ اعتقد بما سمعناه ايضا حول هذا في خلال هذا الاسبوع، a matured coach and a matured club that know that there's a contract that is بأن العقد ربما مطروح أيضا على الطاولة وهو لديه تعاقد مع النادي الأهلي، وأن كوتش بيسو that was released yesterday but also with the I think one of his tweets earlier today that Al-Ali is now going الأهلي الآن في أعتقد في مرحلة توافق أيضا، وليس هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى ذلك. ربما في المباراة النهائية ربما حدثت بعض الأقاويل، أنا لكن ربما لا أستطيع التصريح بأي شيء من هذا القبيل أو أن أقرر أنه راحل أم غيره. هذه هي كرة القدم، وأيضا وعلى المستويات الكبرى
وهو كمدير فني كبير ومدير فني لنادي كبير أيضا، ولديه أيضا التزام مع النادي الأهلي. ربما لا نستطيع هنا أن نقرر حقيقة، ولكن أنا أتمنى استمراره أيضا ولا أريد الحديث عن أكثر من هذا. بضم صوتي لصوتك وبشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله يستمر موسيماني والأمور تمشي بشكل جيد. فاليلي الصحفي الجنوب أفريقيا من المقربين جدا لموسيماني، بشكرك شكرا جزيلا.